بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. قيبتان والحلقة الثالثة أما قيبت سدحاني قيبت كوات وحنو هذا الني إسلامك كلمة داس إيو اللغة أهان إيو حقيقة إسلامك قود أهان بارو قادم قيمت اللبات أيضنا إسلامك هدف كيس محو يهي وآن شاهدني إسلامك هدف كيس إنو يهي إن الله كليئة سبحانه وتعالى لو هقان سمو أو أدون لون نقضو لو لغا حروبو wax alla wixii ka soo haray ha wax alla waxaad sameeyneyso allah inaa ka qaadato subhanahu wa ta'ala hadii qofku wax kale la yimaadan inaan ilaahay ka aqbalayni subhanahu wa ta'ala aayadka mawduucaas aad iyo aad uga hadlayna waxaan ka soo qaadanay quraanka oo dhan baa ka hadlaya ficilan nuxurkiisa markii la yiraahdo waa mawduucaasba laakiin dhowr aayadood baan ka soo qaadanay هذا ما أنت حلقة السدحات وهان ربا إنا نقول له الإسلام مع الإحسان إسلامك إنه إسلام دياي واسمر هو جانس إنه معناها مر والبوحان ربا هو جانس معناها إيو استسلام كفرق يا أولحي الإسلام والاستسلام معناها استسلام كسيحل ديبيت كاملة وجانب والبأوي إسلام كسوى هجانس الجودوة ها هجانس الجودوة مركا إسلام كا وديبيت دي أيام وحنك ودرينا مانتي الإحسان الإحسان وحي ردان شرح له وحن أقنا هاي حديث كي الرسول عليه الصلاة والسلام وملك جبريل بركو ويبيت waxyaabaha هو iimaanka iyo islaamka iyo ihsaanka ayaa ka mid ah ihsaanka waxa uu ku fasiray ihsaanka waxa uu ku fasiray darajaad u sarreysa in wuxuu yiri an ta'budu allaha ka annaka tara allah in aad caabudo sida adoo arkay maanta qof haduu madax ku yahay tusaale ahaan oo qofkaas aad isleedahay waxbuu ku tari karaa ama waxbuu ka hadlayn karaa waxaad iska ilaalinaysaa qofkaas inuu kugu arko wax una raalli ka ahayn waxaadna isku dayaysaa qofkaas wax raalli geli kara inaad la timaado walilaahi almathalu alacla mathalka sare allah iskale subxaanahu wa tacaala waxaa weeye qof walbaba waxaa loo baahan yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala xasba iimaanihi qofka marka uu ilaahay aad u rumaysan yahay oo yaqiinsan yahay wuxuu ilaahay u caabudayaa sida allah subxaanahu wa tacaala oo arkaya oo uu arkayo ilaahay inuu arkay maxaa yeelay adigu ilaahay uma jeedi laakiin ilaahay waa ku arkaya fa in lam takun taraahu fa innahu yaraak ixsaanka waa taas wey marka ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala waman yuslim wajhahu ila allaahi wa huwa muxsinun فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور قفكي أهو قامية ومن يسلم قفكي أهو قامية وجهه إلى الله وجهي سأل الله أهو قامية وجهه وأرك دونا هدي وجهه أدهو قامية سمعنى هذا كل جاء الله أدهو قامية سمعنى وهو حال إلى هذا الوجه رمز على الكل وحو عبارة كي هاي أو كترجمة يا قفك قود أهم بإنه هو قان سبي أيو كترجمة قفك ساسية وهو محسن أسر محسن وعابد يا الله سبحانه وتعالى أسر أركيا قفكاس فقد استمسك بالعروة الوثقى العروة الوثقى وحرق حوق بدن انقو اينين هبا يراتي
سكست هذه الليلة أنجو إينو حرق حوق بدن أنجو إينين أيو قبصدي ومحويا حرق حوق بدن أنجو إينين وكلمة التوحيد وحقيقية وواصلة والله كحريص سبحانه وتعالى ها فقد استمسك قفك أزوا كل جي وواقبصدي بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ربت الدنبنا الله إسكال سبحانه وتعالى مركة آية داس وحي إشارة معنى عجيب إسلام نماذي أن شاقني أي بعدي كالكو سيدارتي ووح كالكو سيدارتي وإسلام إسليبت مطلقة وعامة مع إحسان العمل والسلوك قفك رغ إنه كدرو عمل كيسة أو لن أو سمينا أيو إنه درجة أغسى رأي أو يقين جارسيو أو درجة أغسى رأي أو معناها رقنا أو جارسيو ها استسلام كامل كمعنيه إسا إيا طمأنينة وقلب كيسة كو حسلي إلهي قدر كيسة إلهي أوه جانسبي تكاليف إلهي سبحانه وتعالى أو كو كلفي وح الله إلهي ساري إنه إسكو إيبي of kaasu maxay yeelay ilaahay buu u hoggaansamay subhanahu wa ta'ala of kaas weeye qofka la yiri hadaw saas la yimaado faqad istamsaka bil urwati al wuthqa al urwati al wuthqa allati la tanqadi alayhi wala tayn wala takhunu mumsikan biha qofka kama jilcayso kama dabcayso mar walba ba xoog bay leedahay ila ay ilaahay uga xirto oo ilaahay ka gaarsiiso subhanahu wa ta'ala marka عروة الوثقى وحريرك إلهي كالا لحية حريرك إلهي كالا لحية أيات كلكتي هدي أتساس إلهي إسكو قليبت سبحانه وتعالى آيات داس مركة إيا آيات كلمة دا موضوع إيكا هاللايان وحاوي إن آد إلهي إسكو وذليبتي بالكامل لا يبقى لنا ونوص وصعدان إن شاء الله وموضوع عاس سنفي عنو قولي أس إشاري دول إلهي إناد استسلامتي هدي آدو استسلامتو أو وليبا وجيقاق أو لن آد إلهي وليبتو حرقي الله قبستي حرقاس ألا وآن مرنبا هبا يراتي أنقو أين محايالي ودر دير بالله هيا بني آدمك ودر ديرو هيا ودداس ديرو هايسو وحيا ببادنا كاهور إماني لبادنا كاهور إمانيس وحبادنا عقبات بادنا كسو واجاي وإن آدن ودداس هبايا راتئ مرنبا آذان كالليحل ها آيات كالي وقسل نفس المعنى إلهي وحولي سبحانه وتعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ها قفكي وجهي سا إلهي وجهك معناها سيدا أنصر الشيخ خمس على الكل يعني معناه وحيث سنيسا إخلاص يسلي بتقول كلية ما أنا إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى إن أو إلهي إسكني بي سبحانه وتعالى أو لفظ أسلم إنه استسلام هي تسليم أو يهي استسلام معنوي أو قلبي هي تسليم عملي لبدأ بإنه لا يمد وحانا سيت سنيا وهو محسن فسمة الإسلام هي الوحدة بين الشعور والسلوك بين العقيدة والعمل بين الإيمان القلبي والإحسان العملي أرنت سلاسة إسكو حريسة قفو حال عكرتا إسلام ليمت وقع ظاهرهان إسليبي لكن أن محسنه قف إسلام كي ليمت لكن وجه كيس أن إلهي أليبن معناه عمل كيس إلهي أم خالص يلم إسليبت لبقى اسم ليب marka waxa loo baahan yahay isdiibid dab ah inaad isdiibto ayaa loo baahan yahay lidalika waxa arkayna aayad kale in ilaahay ku leeyahay waman ahsanu diinan wariyaka diin wanaagsan mimman aslama wajahu lillah allah qofki wajigiisa oo hoggaamiya wuu muhsin hadana waxa lagu daray wattaba millata ibraahima hanifan wattakhadha allah ibraahima khaliila ها مركز درجة الإحسان أيا لقرس يا كدين وناكسن من أحسن دينا يا كدين وناكسن ممن أسلم وجهه
هذا ربط الدين تعب إني وناكس دراته أيضا رع أيضا أنا كوفل ومن أحسن الدين ممن أسلم وجهه لله وليبا أنت كريه لوجب مهارين وهو محسن هيا أنت كريه لوجب مهارين واتبع ملة إبراهيم حنيفة واتخذ الله إبراهيم خليلا أيضا دت كتن وحيرين إيسا هل ميزان أو واحد إن أي الله أسكري أي رعا أيغو إحسان كسمين أيغو وناك كسمين درجة الإحسان سيدا هرأس وشيغني أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك هاي واتباع ملة إبراهيم هي الإسلام ملة إبراهيم بحوها هو سماكم المسلمين من قبل أتي أيدو بحوها أي إلى أساس نوغو شيغي سورة الحج كجرتي مركا فأحسن الدين هو هذا الإسلام وأحسن العمل هو الإحسان دين تأقوه ناكسن وإسلامك عملك أقوه ناكسن وإحسانك ولذلك حديث حواقاس حديثة وحلقة شيغي وحولي هي ما الإسلام أن تسلم رسولك حكو جوابي أن تسلم قلبك لله وأن يسلم المسلمون وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك قلبك الله سي الله أوه قامي الله راعسي مسلمين تنا عرب كاغا يبقى عمت هذا هكبت بدا لك وحالو بان ياي قفك إنه إله إسكولي سبحانه وتعالى وهو أسقو أو قرنيا إلو إلهي عابدي كأنه يراه إلهي إنه أركي سبحانه وتعالى محايا لي فإن لم تكن تراه فإنه يراك حديثك والإلهي وكو أركي حديثك هذا يقين سنهي مرقو الباب إلهي أسقو أركي أن أعبده مركب ما يشعص أيضا عمل كينا وحي كسو كرنسي أيضا كسو كرنيين إن أنقارسينو إسلام لماذا درجة الإحسان إن أنقارسينو وانا بلنقات فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عقلته عروة الوثقى وحرك أنقين وإلهي كوغيني سبحانه وتعالى ما أنت يهدي دريق دير قاتو وداد أسقاد نوكال رمينا لكن هذا إلهي دريق سقادو وإلهي دريق سأوهق مرنبا رمي ميسد مركي لبي مادو يا مركي وناجي ماذا أنت بقى الله تروح رنتها سبحانه وتعالى لكن قفك دون إلهي كوحرنين مر رساس من غكر مركي سيئة رساس أرنغوته إلهي كوحرنه سبحانه وتعالى آيدا أقصر ختمه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وإن هذا مسلم تهي ما هنا هل منين أدور مسلمين هل منين معناه وحيكون عكرتها إن آد هيستو فقد استمسك بالعروة الوثقى حرقي للشيغي مر والبابا إلهي حرقي ساكون لقنته مر والبابا إلهي باكو حرنته مركاس وحاوي مسلم نما كل من إساء إن شاء الله تعالى هدي سيكا لو حكايين مر إلهي كو حرنته مر كنقضه وح إلهي كقاضته وح كلم يلك قاضته إلهي كو محرنت سبحانه وتعالى إلهي لنا عضو حرنته إلهي لنك كلنا ولك عضو حرنته إلهي عمل كاقا وكندي قتون جاي وشريكنا إلهي مرم إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا انت سأكون شوق بقبيني بالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله.